النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات، مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. هذه الليلة أجواء معتدلة، درجات الحرارة الصغرى حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، والصغرى المتوقعة في عمان بحدود 22 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة تقريبا حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أو أعلى بقليل درجة إلى درجتين، والأجواء يوم الأربعاء مشمسة، الحرارة العظمى بحدود 31-32 درجة مئوية، بينما الصغرى بحدود 22. كذلك يوم الخميس لا تغيير يذكر، أجواء صيفية عادية، درجة الحرارة العظمى المتوقعة 31-32، والصغرى المتوقعة 22 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا، درجة الحرارة العظمى بحدود 32 درجة مئوية، والصغرى المتوقعة بحدود 20 درجة مئوية. ملخص الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، أجواء صيفية عادية أثناء النهار، درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وأيضا أجواء معتدلة أثناء الليل، ودرجات الحرارة أيضا الصغرى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، لكن نتوقع أن يكون هناك انخفاض على درجات الحرارة وقليل خلال نهاية عطلة الأسبوع. أعزائي المشاهدين، من طقس العرب لكم تحية وإلى اللقاء.